وأنه اللي يطيب لنا أن نرفع أيدينا إلى السماء ونبتهل المولى جلت قدرته بأن يحفظ لنا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ويرعاه. رجل العلم القائم في بداية مسيرة النهضة المباركة سنعلم أبناؤنا ولو تحت ظل شجرة. وبعد مرور نصف قرن مضي بالأنوار القابوسية ها نحن اليوم نحتفل سويا في صرح علمي يشار له بالمنال. وهذا يعود لمجهودات المؤسسين لهذه الجامعة الذين يسيرون على النهج السامي لمولانا جلالة السلطان الذي وضع ركائز العلم لدولة عصرية راهنت على التعليم ونجحت. وها نحن نفخر ونفاخر بها بين الأمم.